الأعزاء، تحية طيب. معكم منصور الناصر وحلقة جديدة من برنامج أوهام الدين. في هذه الحلقة سأتناول موضوع وهم الأعجاز والخلق والقدرة. تقول آيات المصحف العثماني: وسع كرسيه السماوات والأرض. وبالطريقة نفسها تقول أنه خلق جنة عرضها السماوات والأرض. أنا سأقول حسنا، لن نتساءل عن بقاء مكان للجحيم مثلا وسط هذا العالم المحجوز بهذه السعة لجنة النعيم، بل سنقول حتى نتخلص من مأزق المنطق، نقول ما يقوله المؤمنون بأنه على كل شيء قدير، لا بأس. لكن ألا يكشف هذا الجواب عن فصل واضح بين الخالق والأشياء؟ أي أن هذا الخالق هو قادر على خلق أشياء من أشياء منفصلة عنه، مو جزء من عنده، إنما هاي الأشياء تتواجد حوله مثل ما تواجد الأشياء حولنا إحنا كبشر، وهاي الأشياء اللي إحنا نصنع منها ما نشاء. طبعا عندما لاحظ هذا المفارقة راح نكتشف بأنه هذا الفعل الإلهي هو مشابه تماما من حيث الشكل والمضمون وليس من حجم الكم لما يخلقه الإنسان من أشياء يلتقطها من حوله ويعمل منها ما يشاء، مثلا حتى يلتقط الطين أو الصلصال ويعمل منها منحوتات، أو يلتقط ويجمع الطعام ويحول له أكلات لذيذة أو يبني بيوت وهكذا، يعني هو يعمل شيء من أشياء. بالنتيجة السؤال: ما الفرق بيننا وبينه؟ إذن لا يوجد أي فرق نوعي، إنما هناك فرق كمي. السؤال: أليس هذا الطرح هو تقليل من شأن إله يقال بأنه كلي القدرة، فعل كاشف لنقص هذا الإله وعدم اكتماله؟ ثم هل أن أطلاقية هذا الإله تتطلب أن يمتلك مساحة شاسعة بعرض السماوات والأرض؟ هل يدل هذا مثلا كما يعتقد المؤمنون على مدى سعة عقل هذا الإله وقدرته وجبروته، أم يدل على العكس، على سعة غرور هذا الإله وسعة ورحابة جهله؟ هذا الطرح وهاي الأسئلة تراودني أنا عندما ما يجيني واحد يطرب على سماع هذه الآيات الصوتية، لكنه يجب أن نفكر بها بشكل عميق. وأعتقد من حقنا جميعا من الآن فصاعدا إعادة التأمل والنظر بكل شيء، لأن هاي مسائل شكل أساس الثقافي والروحي والمعرفي لكل إنسان مسلم أو مؤمن. ما هو الهدف من هذا الفيديو؟ أنا ما أهدف من هذا الفيديو إثبات وجود إله من عدمه، فهذا موضوع جرى حسمه وما عاد أصلا يستحق النقاش، وحتى لو يستحق فهو ما عاد إلى قيمة. السبب هو أن فكرة الله أصبحت فكرة قديمة. الإنسان الآن أكثر قدرة وقوة ودراية ووعي ورحمة وسماحة من جميع، يعني هذا مو معناته أنه الأديان راح تختفي من حياتنا، فهي تبقى حاجة إنسانية أساسية، لكن مو من معنى الأديان اللي إحنا رائجة والتي ورثناها، لا، الأديان القادمة المستقبلية راح تكون أديان أكثر تهذيبا وأكثر تحضرا وأكثر رقيا وأكثر مساسا بحاجات الإنسان وروحه، وتستطيع أن تستخرج بالإنسان طاقات روحية وقدرات لم يكن الإنسان بها عهد من قبل. أنا أعتقد الأديان المستقبل راح تكون هي جزء من الحياة. الدين كان سابقا هو يصنع الحياة وهو يعبر عنها. الهدف من هذا أيضا أنه شوية نمتلك قدرة على أن نرى حقائق الأمور، نطلع من هذا الجو التحيز والقطيعي، ونحاول أن نمتلك ذاتنا وروحنا وشخصيتنا، ونفكر كأشخاص أحرار وعندنا كيان خاص يدرك الأشياء ويفكر بها بشكل منفرد ومستقل، ويحترم الطاقة الإنسانية الموجودة داخل كل واحد مننا. فكرة أيضا وجود عرش للإله، يوسع عرش كرسيه السماوات الأرض ويحمل عرشه ثمانية، هذه الفكرة تأكد أنه الأديان القديمة ما عادت نافعة، لأن هاي فكرة العلاقة بزمن الملوك، هي فكرة جدا بسيطة. شنو الفرق عن فكرة الملك نفسه؟ يعني كل مواصفات الإله الإسلامي
أو إله الأديان، معظم الأديان أو اللي عندها آلهة، هاي مواصفاته، مواصفات الشيء كله، القدرة والقوة. وهذا كان الطموح لدى الإنسان القديم، أن يمتلك قوة وقدرة أن يتحكم بحياته، لأنه مهدد في كل لحظة من حياته، مهدد بالمرض، بالجوع، مهدد بالغزو، بالقتل، بالظلم. الآن ما عادت هاي الأشياء موجودة. الآن منو مهدد بالجوع مثلا؟ نادرة ما تجد إنسان انتهت هاي المشاكل. حتى المرض أصبحت إلى علاجات، بدأت الحياة تنتظم أكثر. ما عاد الإنسان يعلم بهاي القوة الجبارة. أنا شو أسوي بالقوة؟ أنا مثلا إنسان قاعد، أنا ما أحتاج أكون أتحكم بالعالم والقوة، ما دام حقوقي مضمونة وقدراتي ويعني حاجاتي الأساسية متوفرة، أعيش في دولة فيها نظام، فيها ضمان لحقوقي، فيها ضمان لي ولأولادي ولمجتمع ولأقرب الناس إلي، فهذا خلاص، فما أحتاج بعد هذا الإله الكلي القدرة. هذا نموذج موجود مزروع بذهننا، ما نحتاج بعد الآن. بالمناسبة هذا القول، حتى أختم، هذا قول نشرته منذ يعني تقريبا 3 سنوات. الآن أرد على بعض التعليقات اللي ظهرت به. أكو ناس قالوا بأنه الاعتراض هذا مو جديد، فهي مسألة مو بالساعة بالعرض، أنه عندما نسأل إحنا إذا كان عرض السماوات الأرض كيف الأمر بطول هاي السماوات. أنا أجاوب أقول أنه بها جدل هاي المسألة، لكن أنا مو هذا موضوعي. أنا موضوعي فكرة أنه أنت تمتلك مساحة شاسعة تفتخر بها، يعني شنو الفرق عن ملك أو مسؤول الآن يفتخر بأنه، يعني فكرة أعتبرها ساذجة بصراحة، يعني لا تليق بإله الإله اللي المزروع اللي نتصوره، ما تليق. أنه بالعكس ممكن تكون إله أنت وعندما تكون حجمك صغير، شو المشكلة يعني؟ بعض يقول أنه لا، أنه هاي مسألة الإعجاز، أنه السماء بنيناها بأيد وأنها لموسعون، ويعتبرها دليل إعجاز. الحقيقة هذا كلام، يعني كلمة موسعون مو معنى التوسيع ولها علاقة بالانفجار العظيم والبيج بانج، كان مقصود بها شيء آخر مختلف. فأي واحد بالإنترنت يسأل عن كلمة معنى كلمة موسعون يعرف معناها. والحقيقة أيضا حتى لو كان معنى أنه تجي معنى التوسع المستمر، الحقيقة الكون ما يتوسع، الكون يتمدد، لأن الثاني تمدد ما يتطلب إضافة على ما هو موجود أصلا، يعني تتوسع من تضيف شيء، هذا ماكو شيء إضافة. المادة لا تفنى ولا تستحدث، هذا قوانين فيزياء لا تقبل النقاش. البعض يقول لا، هي السماء مو ليست هواء ولا فضاء، المظن من الاعتراضات، إنما هي بناء محكم ومتين حسب قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فأقول فكرة السماوات السبعة، يعني هاي كلها كلمات معتقدات قديمة، مو عمرها بزمن الإسلام، لا قبل الإسلام بألف سنة، من أيام بطليموس، وهاي تعتمد كلها على نظرية بطليموس الفلكية اليوناني. وهاي النظرية تقول أنه هنالك سبعة أفلاك، معنى أفلاك ومدار، لكن يقصدون بها سبعة أفلاك، هي هاي السماء كلها سبعة أفلاك، ويسمونها كواكب السبعة، بينها تخلعظ، بينها القمر، يعتبرون القمر هو واحد من كواكب، وأيضا الشمس يعتبرونها واحد من كواكب. فهاي كانت الفكرة السائدة قديما، وهي هاي اللي تحدث عنها القرآن، وهي مو يعني مو هو اللي قال، موجودة بالثقافة الشعبية عند الناس جميعا. القرآن جابها وصاخها صياغة جديدة، وكل ما في الأمر فيزياوي. أنا أيضا رجل فيزياوي مشتغل بالفيزياء النووية فترة، يعني قبل فترة بعيدة. السماء هي ماكو شيء اسمه سماء، السماء هي كلمة إحنا خداع بصري، يعني نرى مجرد الانعكاسات، انعكاس أشعة الشمس على طبقات الجوية العليا، بس هي السماء كسماء ماكو، هي مجرد انعكاس ضوئي. القرآن هو أداء، قلنا أنه هو كتاب، هو طب بحقيقة مو كتاب، ما أعرف شو يعني، هو الشكل ماشي، مو كتاب. كلمة كتاب أيضا بها معنى مختلف. على كل حال، البعض مهووسين بجعل هذا الكتاب وكتاب علوم وكتاب شامل لكل شيء، لأنهم مقتنعين بأنه هذا الشيء هو الأساس الذي يجب أن يعتمدون عليه، والحقيقة ما كل شيء. كتاب هو كتاب دين، مجرد كتاب دين، ويحاول أن يعني يوصل رسالة بأنه هناك إله معنى هو نبي، يجب أن تطيعون هذا الإله وهذا النبي، هي القصة كلها، ولا تناقشون، واطيعوا الله والرسول وانتهى الموضوع. كيف نفهم هذا الهوس بالإعجاز وبأن الإله هو واسع وقدير وحكيم؟ مجتمعات ما زالت تعيش في زمن العصور الوسطى،
أو ثقافة العصور الوسطى، وهذه المجتمعات تفكر بطريقة بأنه ما تفكر بأنه يعني أن أفهم ما يجري أو أفهم ما يقال أو أفكر بما يقال أو أبتكر ما يقال شيء جديد، لا تفكر أنت المسألة الأساسية أن تتوحد وأن تتضامن وأن لا تخرج على القطيع، أن دائما لا تنفرد إفراد البعير، يعني دائما أنتم أكو رعب أن تنعزل عن الجماعة، لأنت تعيش تولد وتعيش وتتثقف وتتغذى. يعني أنا عندي مقولة أقول الإنسان عندما ينفصل عن مشيمة الأم هو لا ينفصل عن من اللحظة اللي ينفصل عن مشيمة الأم أو صدر الأم، هو راح يرضع من صدر المجتمع الذي ولد فيه، فهو راح يظل يتغذى إلى اللحظة التي يموت فيها، التي سيموت بها يتغذى من ثدي المجتمع الذي ولد فيه، فهو يظل مرعوب من فكرة انقطاع الحليب هذا الثدي الاجتماعي أو القطيع الذي يعيش فيه. تخيل أنت ولدت داخل جماعة وفي عندما تعترض عليهم تخيل مصيرك، يعني تطرد خارج هاي الجماعة، وأنت أنت قيمتك وشعورك وبهاي المسألة. أنا قبل أيام نشرت فيديو حدثت بأن الإنسان هو مو كائن منفرد، هو ذو أقنومين، أقنوم اجتماعي أو قطيعي وأقنوم الجماعة وأقنوم الفرد. يعني هذا الإنسان اللي يأكل ويشرب بين الآن هو هذا الفرد، لكن هذا الإنسان الذي يتحدث وأكو داخلنا بعد اجتماعي، أكو إحنا نحتاجه أو نشينا عليه وأصبح جزء من عندنا، وهو يعني جزء من تكويننا، لأن هذا من أين أتيت بكل شيء؟ أتيت من المجتمع الذي نشأت فيه، فأصبح أساسك هو هذا. فأنت مثل ما كنت ترضع من حليب الأم اللي أقام أودك يعني وجعلك قويا وتمتلك أعضاء وقادر فيزيولوجيا قوي، لكن المجتمع هو اللي يغذيك عقائديا وفكريا، وبدون هذه التغذية لا تستطيع أن تعيش، لا يمكن إنسان أن يتطور أو يتقن حتى كلمة أو جملة، يعني كل شيء، حتى اللغة اللي يتحدث بها لغة المجتمع كنت اللي ونشأت به. هناك مثلا من يقول أنه لا يمكن تفسير هذه الآيات بهذه الطريقة اللي أنت تأتي وتتحدث تتجاوز وتحاول تفسر، لأن تفكيرنا محدود. أنا أقول لا، يعني هذا كلام مردود، أنا ما أفسر أصلا، أولا أنا أقرأ وأحاول أن أفهم، وهاي عملية ما موجودة بعدها، جديدة بعدها ما متعودين عليها، نحاول أن نقرأ ثم نستوعب ثم نفهم ثم نهضم ما قرأناه، هذا الشيء ما زال جديد. احنا كنا نتعلم على ان لا نقرا، نسمع او ننصت للتلاوه، وحتى اذا قرانا بطريقه السماع، ونحاول ان نلقن، اي انه يعني تتحول الى نسخه جاهزه. وهذا سبب الان نفس العمليه مدارس تحفيظ القران للاطفال هي ما لها قيمه، هي مجرد غسل عقول لا اكثر ولا اقل. انا اظن من هذا السبب انه من جاء بالكتاب كانت غايته أن ما أقرأ بل أن أسمع وأطيع، وأن لا خيرة لي في أمري، لأنه كما معروفه منوط هذا الأمر أمري أنا بالله والرسول وأولي الأمر فقط، كما يقول الكتاب نفسه أو الرسول. ثم أنا أقول بأن تفكيرنا محدود، هذه المسألة مردودة كما قلت، لأن من يدعي بأنه غير محدود وكلي القدرة ويخاطبني عليه أن يعرف ذلك مسبقا، هاي مشكلته مو مشكلتي. فعندما أنا جاء أتحدث وأقرأ وأحاول أن أفهم وباعتبار محدود، فأنت ليش خاطبني؟ يعني الناس يخاطبون على قدر عقولهم، فأنت إذا كنت أنت عقل كلي القدرة فليش خاطبني؟ ما كنت تخاطبني أنت، اللي يعني المسألة خاصة بك. فهذا كلام مردود وسمج، ومن يقوله هو مجرد يلقي حجج حتى يقنع نفسه مو يقنع الآخرين. إذا كنا مثلا إحنا غير محدودين أو عندنا قدرة كلية فما حاجتنا لهذا الإله مثلا، يعني كلام مردود. الغاية إذن واضحة، وهي استعمار النفوس والعقول والتحكم بها واستعبادها، وهذا اللي شفناه بحياتنا. هاي الخلاصة، هاي 1500 سنة و2000 3000 سنة الأديان هي سيطرت على المجتمعات، والهدف الأول والأخير هو السلطة. لاحظ أنه يوصلون للسلطة وبطلوا كل شيء ما يشتغلون بعد، بعد وراها ما يعرف يسوي، يعرف بس يستعبد ويحافظ على الكرسي. وهاي أحزاب الإسلام السياسي الآن طبقت هاي المسألة، طبقتها فعلا، لأنه الدباء الآن هذا المجتمع المعاصر كما قلت الله ما له مكان بهذا المجتمع بعد الآن.
الله أصبح شيء العلاقة بالماضي، مجتمعاتها ما عادت بحاجة إلى إله يراعيها ويحفظها، لا مجتمعنا عاد بحاجة الآن إلى أن يتوحد على العلم، على أن يفكر ويبتكر ويخرج من إطار التحزب الضيق. يعني إحنا مو نجي نتكتل على الماضي ونقول لا نحافظ على الماضي ونحافظ على جذوة الإيمان، لا بالعكس نناقش، ولا راح نبقى محصورين به ما نطلع، وهذا اللي حاصل فعلا. علينا نناقش وكذا ونبني من هذا الشيء الذي نناقشه ونفكر به أفق آخر، نصنع منه أفق آخر للمستقبل. فماكو داعي أنت أول ما تسمعني أنا أقول إنه هاي الآية كذا وهذا الدين كذا وهاي الفرائض الفقهية رأسا تستفز لا بالعكس، خليك مستعد أن تستنصج. يعني مشكلتنا الآن تصبح انه مو احنا مجتمعات بها استعباد، لا مجتمعات هي مستعبده.